هنا وهناك يزعمون أن القرآن فعلاً ابن سياقه الثقافي أيها الإخوة والحضاري والبيئي. طبعاً وما المرحوم نصر أبو زيد رحمة الله عليه وغفر الله له وأمثاله منا ببعيد اقتنعوا بهذه الفكرة، استولت عليهم وسطت بهم أن القرآن هو منتوج ثقافي. طبعاً هذه أيها الإخوة مفاهيم ماركسية، مفاهيم مادية باللغة التي يفهمها العامة أيها الإخوة والخاصة جميعاً. القرآن هو من توليف محمد، بطريقة أو بأخرى القرآن هو صنيعة محمد، ومحمد كان صادقاً مع نفسه هكذا يزعمون حين زعم أنه من عند الله. خيل إليه أنه من عند الله، خيل إليه لأنه نظمه أيها الإخوة وركبه وألفه 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 بطريقة يعني وفي مزاج روحي صادق مع نفسه، سمح له بأن يتخيل أنه يوحى إليه. سبحانك هذا بهتان عظيم، هذا بحد ذاته كفر، هذا الاعتقاد كفر حقيقي وهو مصادم لقواطع القرآن وجوازمه في عشرات الموارد والمواضع أيها الإخوة. فلسنا من هذا الهزل ولسنا من هذا السخف أيها الإخوة.